قالوا ايه؟ جواد صح يا بابا. واش مازال ما خرجت؟ مازلني في الخدمة. اسمع، راني طلبت المرأة توجد لي الخلطة اللي معك، إذا كان عندك شوية وقت جوز جيبها. اوكي كي نخرج نجوز ليها. ايا انت روح وانا دوك نعيط لها ونفهم لها. ايا داكور عيط لها. صح. سليم ما كنتيش تسناي فيا وقيلا. ها واش سقمتي الدار ولا مازال؟ واش بك؟ راح تخليني هنا عند الباب تقولي نشرب قهوه ولا؟ اسمح لي سليمي ما نقدرش. معليش بصح قبل ما نروح غمض عينيك. علاش غمض عينيك؟ وشنو واش كاين؟ جبت لك حاجه شابه، غمض عينيك. واش جبت لي؟ اي غمض عينيك تعرفي هادي. بابا 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 بصح انا هذا ما نعرفلوش. حاجه سهله ما تكسريش كاع راسك. ها واش ديري؟ اه سليم الله يعيشك، خلي اسامه كيجي هو يعلمني فيه. يعطيك الصحة. على بالك بلي كي مسامحة ما كانش مشكل. حبيت نقول لك حاجة سليم، اسمعني مليح. على بالك أنا مراني عايشة وحدي والناس ما ترحمش، والجيران ديجا انا راهم يشوفوا فيا بالنقص، مانيش حابه المشاكل سليم. اسمح لي الا غلطت في حقك. ما تكسريش راسك، ديري مليح في بالك بلي غير عليك اللي ما نزعفش. سليم ياك على بالك بلي انا محتاجت لك تعيش، ما تزعفش عليا. قبل ما نروح نقول لك حاجه، جيسبير ما نسيتيش الكلام اللي قلته لك. اسمعني مليح كاميليا، اسمعني مليح، على بالك مليح مليح بلي نحبك من قلبي وجامي نفرط فيك. انت محتاجتني، انا تاني محتاج لك، وجيسبير اللي ناوي الحلال ما هو لعيب لا حرام. سليم اسمح لي بزاف، مي ما نقدرش نطول معك. هاني رايح بصح لازم نشوفك داكور. خلاص مالا خدوة ان شاء الله نعرضك فطور شباب وشدي روحك نجي نديك. لا معليش انا نجي وحدي. داكور عطنا شو نص فريستون ان شاء الله. داك غرضي بابك مليح وتهلاي في روحك. ايه معليش. داك باي باي. بسلامة. كانوا شابين ليامات اللي تجوزتهم معك. بصح محال ننسى الجرح اللي خليته لي. دوك راني وحدي، ما بقالي حتى واحد في هالدنيا. خلاص كهينة، أنا والله ما قصدي وش فهمتي، نسى اللي فات.
شهينا ما قلتيليش واش كان يقول لك سفيان؟ بيتي تعرفي يا لالا واش كنا نهضر عليك انا سفيان؟ ما فهمتي انت تسقسي عليه، انت تسقسي عليه هو يسقسي عليك، انتوما تقراو كيف كيف. ما تفهميش خير، زيد ما فيها والو، ياك هو يقرا معايا وهذا مكان يقرا معاك بركه. هادي بلك تقولي هالحياة بلك تامنك، انا ما تجوزيهاش عليا. واش البلا؟ صافا صافا. مش تي سفيان؟ سي سارة. سارة مش تي سفيان؟ كيفاه؟ سفيان مش تيش؟ وانا وين على بالي؟ يسقسيك انتي اللي راكي ديما معاه. عطينا نعيط لك. ما عنديش. عطينا عينيتي. عطوني يا اخي متحاحة، عطينا عينيتي. ايه التليفون شباب يا الو سفيان صافا خو نيميرو تاع سارة زعما اللي جريتي تاع الناس برا جيبلها مازال هاني سنة فيك ها صح هاي سلام عليكم صحة أنا روح على خير على خير خلاص جي معايا للدار لا لك هنا مشي اليوم وش رايك نهار الجمعة؟ علاش سارة؟ مش اليوم كهينا معليش خلاص خلاص أنا هاك أسلامة كهينا جابك ربي علاش مش كاين؟ مقبل وانا نستناك شي واحد يجي يقعد لي في الحانوت خالتك لطيفة هي مريضة شوية وش بيها؟ نجي معاك؟ لا لا ما تجيش معايا تقعد يا امو في الحانوت على بال كيما العاده راسها يوجعها اعطيني اعطيني ساكي شوفي نروح نتكل عليك او يجي واحد الكليون يحوس واحد الخلطه للمراه ديالو اعطيها له اي خلصه يا اخي هاني رايحه هيا باي باي تهلايا سلمي على خالتي لطيفه الله يسلمك هل تخرج إن شاء الله في إسبانيا؟ بعدك جيت عايش معي إن شاء الله أتهنى أنت أبرك صاحبي ما تعمش راسك بيا أنا نهاية في بلادي إيه ما تحب؟ أسمع فكرني نيميرو اللي عيت لي به البارح تعمل نيميرو اللي عيت لك به البارح؟ آه خمم انت يا أخا يقولوا قلبك هو دليلك آه سيفري يا أخي تاع سارة شتكي عرفت؟ اه قلتها لي نوصيك حاجة صفيان لوجه ربي اختك من الطفلة هذه انتو مزوج جامي تكونوا كيف كيف انت زهواني عايش لابيلفي وهي مغبونة وعايشة في الميزيرية وهنا كاينة لاماس صوف اذا سمح كاش واحد من حقه هذيك حاجة اخرى وعن بالي باللي انت جامي تسمح من حقك صاحبي قبل ما تنصحني وجه ربي نصح روحك لك حق قريب الدعم على خاطر انا نعرف طريقي وعلى بالي وش ندير واحد ما عارف طريقه يكذب عليك
نورمالمون راني هنا في الحومه خلاص انا عند الحانوت راني وصلت صح اش حكايه الدواء هذا اللي تشربوا يما كل يوم مساء الخير كاهنا واش راكي ديري هنا انا الحانوت تاع ماما داكور جيت على جدوى تاع زدين وصلتني ماما عليه بصح ما على باليش عزدين بابا سفيان ودوى لمن ليما بصح لمن يصلح الدواء هذا ما نعرفش انا مانيش سبيسياليست بصح مكتوب فيه ينحي العيا وما ماكوش راهي والله ماني عارف كاينه هاني شوف فيها غير تشرب الدواء في الدار مانيش عارف كامل اللي من يصلح واش من الدواء والله ماني عارف بصح فكرتيني على بالك اللي يمكن تدخل الدار نشوف لي من يصلح الدواء هذاك وهذاك يسير يصلح غير العيا السلام عليكم سلام دقيقة مرسي الله يعاونكم يعطيك الصحة جامد كاينو يا اخي هذا ما كان اوكي سير بلي يصلح غير التعب انا قلت لك ما نعرفش انا ماشي سبيسياليست بصح قريت لك واش مكتوب عندك الحق ما ديريش عليا كاينو المهم ربي يعاونك انا نروح سلامة حكيتي مع مونيل تعرفها مليح واللي حكيته لك دركا درته غير باش نحمي روحي ونحمي وليدي اللي ما لحقتش نفرح به ما كنتش ضلها باللي سهله كنت دايرها سهله بصراحه وعلى بزاف انا حتى نهار في حياتي ما هموني دراهم
عشت مع منير اجمل ايام حياتي. بصح هو بيبوسيت راسو ما خلاناش نعيشو طرانكيل. هو مات وانا حياتي ضاعت وبقيت بلا ماما. كملي هاد الجهه ما تكسريش راسك راكي مع سالم قادر نبيع كلش على جنبك ونعيشك معيشة السلاطين داكور. علاش ما تشوفيش حاجه تنسي بها روحك ماشي خير؟ والله ما على بالي واش راح ندير بهم. عيطي الفتلي ديري فيها حوينتها صغيرة شوي با تبيعي فيها وتشري ماشي خير؟ شو نبيع؟ الحوايج يعني؟ علاش كاين غير الحوايج؟ نعطيو اكزومبل صغير وربك زاكسيسوار تاع انسى مانيش عارف لا لوجا لا بيعي مشاطي بيعي مش عارف خمارات ها؟ وعلى بالك فيها تشيبا فيها درهم بلاح. هذه فكرة صح خليني أخمم ورد لك الخبر. عجبك العشاء؟ ها؟ يعطيك الصحة. يما أنا جبت لك الدواء. الله يعيشك تقدري تجوزي الدرك تديه. اه معليش معليش صباح ان شاء الله. سنيا ما فهمتكش شو راكي تقولي؟ اني نستناك صباح ان شاء الله. صح صح يبقى على خير. انا نسيتو جبتو معايا باش نخليه لها. نسيت جبتو معايا بصح واش كنت ندير درك؟ هضرت مع سعيده صباح جيت تديه وقل لي جاوبوا علاش شحال يركب الدواء. ما فهمتش بيسك صباح ما كانش هنا كي خرجت. هادو تاع ماشي مرض تشوفهم هادو تاع نسا. الدواء تاع نسا خاطيك. فهمتش. قول لي ياك من حيطة. لا بس يا. المهم هادو الدواء اللي قال لك عليه بابا. جربوا. ان شاء الله. انت راك مليح؟ جربوا. خير جدي العزيز. هاني جبت لك الشيكولا اللي وصيتني عليها. ما ناكلش راني زعفان. وعلاش جدو شكون زعفاك؟ كاينه ما جات وانتي ما جيتي تديني.
كنت قعدت وحدي نهار كامل. سكينة ماشي كاهينة. بين اللي توحشتني يا خلاص يا جدي من اليوم ما رانيش حابة نزيد نشوفك تعبان. ملكي رايحة هات الشي كلها. غدوة إن شاء الله راح نشوفوها. ولا كنت عيانة راح أنا وحدي. معليش جدي حتى أنا توحشتها. الحمد لله على الورد قدرت تحب بزاف الورد. الورد كيما تحب يا جدي. أم عجاد هاي هنا وينك السحارة لطيفة؟ جدو خلتو لطيفة ما كاشها. كي قلتي لي رهانة؟ شوف جدو نهار اليوم راني مليحة ما تخسرليش الكوستو. ما صراني غدوة غدوة نحكي لك إن شاء الله. نروح نهار جديد حكاية جديدة. الو مس الخير. لا لا ماشي ساميه سي عزدي نرجلها ما بها والو غير الخير. شوفي حبيت نكلمك عندي حاجه مهمه نهضرها معك ولكن ما حبيتش ساميه تعرف. صح صح مازالت صورها عندي زعما مازالني نحبها. ما شكيتش زعما نحبك هنا. ما شكيتش مانيش نحس معاها. واش كنت نحس معاها زين؟ علاش ماكش قادر تفاصيل تصور هذوما؟ هكا باش ماشي نتفكرها كامل. سعيدة كلامك مخوفني بزاف. واش بيها سعيد؟ واش من المرض اللي بيها؟ سعيدة قولي لي مانيش دري. حاشا عزتي راح نهضر معاك هضرة بصح مادا بيا الكلام يقعد بيناتنا. مانيش حابة سامية تزعف عليا. واش بيها؟ سامية راهي مريضة بزاف عزتي. سامية عندها كونسير دو تيروس سرطان الرحم.
راهو في الديرني ستاد. سير ديرني ستاد. ايه من فوق هاد الشي ماهيش حابه دير لا شيميوثيرابي. راك تعرف لي ريزولتا تاع لا شيميو، وكان بداتها كانت عمرها ما تقدر تخبي عليك لا فيريتي. نقول لك سميرة راهي اون دونجي، لو كان ما تبداش توتحها لو تو بوسيبل راني حنضمن لك والو. اش خبيتي عليك طول هاد السنين؟ انتي واجب عليك، راكي طبيبه واجب عليك تقولي لي كلشي. ما خبيت عليك والو حسدين، المرض تاعها غير كيما بانينا، على بالك بهذا المرض يبان مع الاخر. وتانيك ما تنساش كو ساميه كان عندها بروبليم في الرحم، ما بانناش الكونسير. سامية من نهار جابت صوفيان عادت كاع ما دابش، كانت دابا غير باش تولد. من نهار جابت صوفيان نسات روحها. سامية جينيكولوج وما فاقتش عندها سرطان. لو كان في فيلم شفتها ما نأمتش. Et le plus important, c'est que tu aies la chimiothérapie, tu dois te faire un peu. Je ne sais pas si tu as un peu. Je ne sais pas si tu as un peu. Je ne sais pas si tu as un peu. Je ne sais pas si tu as un peu. Je ne sais pas si tu as un. على بالي اني نحس شو تحس. احنا اللي بيدينا رانا تلناه وش تفي ربي. سبحان تقفي ربي ما يكون غير خير شلال. صح. بسلام. يرحمك يا بابا. على بالي انا اللي كنت السبب في موتك.
أنا اللي قتلتك، أنا اللي قتلتك بابا. لا لا يا أختي العزيزة، مش أنت هي اللي كنتي في سبتو لأجل تاعو الحق، وكما كنتيش أنت كانت سبا واحد أخرى يتوفى فيها. والله مش نقدر نرقد في الليل، نبات نتقلب من تاني بالضمير. راح نهبل جميلة، راح نهبل. يا عزيزتي واللي جوزتيه قليل. استغفر الله. قولي لي وش راه صار بين أسامة وجمال؟ وش راه صار بين أسامة وباباه؟ ده النيف على أخته وحوزه لي من الدار. علاه غير الخير وش صرا؟ راح تخدم عنده واحد الناس، عندهم واحد مريض مسكين تعسولهم. عنده الحق يديه النيف. جميلة هذه خدمة يروح لها الواحد كي يكون محتاج وفريمون في الضيق. صح انت يا وليدك راه خدام الله يبارك، وانت راكي تقولي دراهم تاع الكرامه زالولك، كيفاش تبعتي بنتك تخدم في الديار؟ كيفاش قدرتي وتبعتيها بعيده عليك تاني باش نبعدها عليه طول النهار ويعس لي فيها؟ ما تقولي ليش راه يضربها. واش حنقول لك يا اختي؟ والله ملي كانت صغيره على هذيك بعتها تخدم عند هذوك الناس، عندهم غير طفله وحده كاميليا ديرتها كاختها، تشري لها تخرجها، ما عودت لها الشيء اللي فقدته من عندنا. وش عودت وش عودت جميله؟ وش من حاجه تعود الانسان على والديه؟ وش من راحه يلقاها خير من الراحه اللي حيلقاها في دارهم؟ وزيد انت عندك غير طفله وحده وولد وكاع ماشي عايشين معاك بعد عليك، كيفاش قدرتي تصبري عليهم؟ وضمي هاد الشيء سهل عليا يا اختي، بعد على ولادي. ها يا اخي الام معروفه تسمح في كلش غير في ولادها اللي ما تسمحش. في هذه عندك الحق. علاش ما تقولي لهاش تجي تعيش عندي في الدار؟ واش راح نقول باباها؟ بعد لك واش ما بلي جيتي للدار؟ المهم يفرج ربي. لو كان جا وليدي عايش، لو كان راهو نتيجة. لا لا يا اختي العزيزة، يا خيا كبير عليه بعام واحد برك. وسما باقي يخرج بكري، انا حابه نشوفه. عنده درس مع الصباحيه. كاينه انا رايحه بنتي. وين ماما؟ نسيتي؟ انا رايحه مع عمك مصطفى الوهران نجيب شويه سلعه. ولا راح عليا الحال اني نبات في دار بنت عمي، ما تقلقيش بركه. ايه وثانيا انا قلت لك اني جيت بات معك. علاه ماما حبيت خالته لطيفه؟ قلت لك لا لا. بصح علاه لا لا؟ بالله زعاف عليك، خالتك مخلقه وجدك ما يحملهاش في الدار، هذا ما كان. ما ديليش المشاكل في غيابيه، يسجيك تفهمنا. خلاص خلاص بلا زعاف، هاي بقى على خير. طلعي طلعي بزاف في جدك. هاي بقى. هاي طيا نعيط بنتي.